بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بزراعه الخضر، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده باذن الله تعالى بنتكلم عن مصطلح بنسميه شاي الكومبوست. ايه شاي الكومبوست دوت؟ ايه الشاي؟ انك انت بتسخن ميه وبتحط الميه على ماده الشاي فبينزل منها الشاي. يعني انا بحوله من الصوره المجففه للصوره السائله، باخد منه الصوره السائله اللي كان فيه بقى الايه الكافيين او بيسموه ايه مش عارف. المهم يعني فبالنسبة لشاي الكومبوست هو نفس الطريقة. الشاي الكومبوست دوت، الكومبوست دوت بيبقى حامل للمواد او العناصر الغذائية في صورة صلبة، تمام؟ فبنبدأ نحطه في المية زي ما انت شايف كده هون، ونحطه يومين او ثلاثة بنخمره في المية، وبنبدأ بواسطة الخرطوم دهوت بالشبكة دهيت بنبدأ نسحبه على الشبكة الري بتاعتنا. طبعا بيبقى فيه فلترة كويسة جدا عشان ما يقفليش النقطات، تمام؟ فحتة شاي الكومبوست بصراحة انا مختلف. حتة شاي الكومبوست دي بقى انا سموه شاي الكومبوست مفيش مشكلة خالص، بس انا بفضل رقم واحد الحمام اللي انت شايفه ده، تمام؟ طبعا هو بيبقى غالي شوية ولكن بيعتبر من افضل المواد الغنية في العناصر الغذائية، تمام؟ بعد كده بعتبر انا المادة الافضل بتكون سماد الدواجن اللي هي البياض اللي بتبقى على السير اللي ما بيبقاش تحتها فرشة، لان ده بيبقى المادة اللي نازلة منها بتبقى عبارة عن خام، او الزرق بتاعها اللي بيبقى ناتج منها او السبلة بتاعتها بتبقى سبلة خام. شرط انك انت لازم تجفف المادة دي كويس. ليه؟ لان عايز اقطع اذا كان فيها بكتيريا او فطريات، لان قد تكون هناك بعض الفطريات او البكتيريا بتعمل كعامل مشترك في المسببات، كمسببات امراض مشتركه ما بين الحيوان اللي هو الدواجن والنبات اللي احنا هنضيف له الحاجات دهيت، تمام؟ ديا شاي الكومبوست، تمام؟ بعتبر اول حاجه الحمام رقم واحد، تمام؟ رقم اتنين بعتبر الدواجن اللي هي السر، بعد كده ممكن لو ما لقيتش بعتبر الدواجن اللي هي تحتها فرشه اللي احنا بنربيها ديت عادي 40 يوم، بعد كده ممكن تحط الكومبوست. الكومبوست في دراسات اتعملت عليه، وبالتحديد الدكتور الصرفي عامل عليه، قريت في كتاب ليه ان هو عاملين عليه ابحاث في جامعه المنصوره تقريبا، وطالعين بنتائج كويسه، بيقولوا ان هو حقق نتائج كويسه بالرش على النبات. انا بصراحه ربنا لا اميل اطلاقا، وحتى في مراجع اجنبيه بتقول ان هم بيرشوه على النبات وحقق نتائج كويسه جدا نتيجه رشه على النبات. انا بصراحه ربنا لا بحب رش الشاي الكومبوست او الهيوميك اسيد، حتى لا افضل اضافته على النبات او رش على الاوراق بالمره، لان ده هو قد يسبب لنا مشاكل كتير، واولها ان الامراض هيبقى مأوى للامراض، وخصوصا الامراض زي العناكب وما شابه ذلك. رقم اثنين ان هو هيعمل لي مشاكل في عمليه التنفس اللي بتحصل في الصغور بتاعه الاوراق او التبادل الغازي ما بين النبات وبين الهواء الجوي، تمام؟ فبصراحه انا لا احبذ كده. امال نحبذ ايه؟ نحبذ ان احنا بنعتبر شاي الكومبوست او ان انا بدوب الحمام، سموها زي ما تسموها، الحمام او الدواجن او الكومبوست لو ما لقيتش بدوبه لمده 3 ايام او يومين على الاقل في الميه دهيت، وببدا اسحب المحلول السائل اللي حصل منها وبنبدا ناخده على النبات. طبعا هو مش هيكفي لي او مش هينزل كل العناصر اللي فيه، ولكن على الاقل بنزل كميات كبيره منها. بناخد بنسيب الشكاره لمده اسبوع ولا حاجه، البرميل ده بنحط فيه كيسين صغيرين زي ده هم، تمام؟ او يفضل ان هو يكون من شبك خفيف زي الشبك ده، كيسين نعملهم مخصوصين وبنحطهم فيه وبنبدا نقلب، وبناخد كل يوم بنزود البرميل وبنسحبه على بيت من البيوت المحميه او الطماطم اللي عندك او اي حاجه. من افضل الحاجات اللي بتستجيب للتسميد دهوت عن تجارب يا جماعه، او شاي الكومبوست دهوت، هي الترقيات. يكون عندك بطيخ او كنتالوب او طماطم كمان، طبعا طماطم مش قرعيات، بس برضو بتستجيب جدا للتسميد دهوت، خاصه في مرحله النمو الخضري، برضو خاصه لما يكون عندك مجموع جذري قوي وكويس يمتص امتصاص كويس. اما لو عندك مجموع جذري ضعيف انا لا اؤيد ده بالمره يعني، تمام؟
برضو شاي الكمبوست قد يكون ممكن يعمل لي مشاكل بس في العفان، فعشان كده بنقول قبل ما تبدا تضيف السبله او تبدا تخمرها كده لابد تجففها جفاف كويس جدا في الشمس، وبعد كده تعبيها في اكياس، وبعد كده تحطها في البراميل الموجوده عندك. شاي الكمبوست من الحاجات اللي هي بتدي نمو خضري جدا للبطيخ، خاصة في مرحلة النمو الخضري بتدي نمو فظيع بالنسبة للبطيخ وبالنسبة للطماطم زي ما قلنا، بس تحافظ على نفسك من الأمراض بتاعت الجذور. لو عندك عفان في الجذور أنا بنصحك إنك ما تحطش أي حاجة من الحاجات اللي بنتكلم عليها اللي هو شاي الكمبوست. يفضل إضافة حامض نتريك مع شاي الكمبوست أو حامض فوسفوريك، مفيش أي مشكل خالص. بيعتبر يعني بيديله شاي الكمبوست بيديله ان اللي انت بتسحبه ده هو بيقلل البي اتش بتاعه، بيعتبر وضع البرميل اللي عندك ده كلته هيكون حامضي. لو ابتديت تحط حتى على كل فدان تحط معاه حمض فوسفوريك وليكن 2 لتر على 2 كيلو على الفدان، اسف 2 كيلو على الفدان، او ممكن تحط معاه هيوميك اسيد، ولو حطيت عليه هيوميك اسيد بيكون اقوى كمان من الاحمر، لان الهيوميك اسيد مع الماده العضويه بيعملوا دويتو كويس جدا 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 بالنسبه لخفضان الرقم البي اتش وبالنسبه للتغذيه بتاعه النبات، تمام. وبيعمل شكل فيزيائي ممتاز جدا بالنسبه للتربه. فبننصح بصراحه ربنا استخدام الشاي الكمبوست، رغم ان هو بيعتبر غيتت شويه يعني في الاستخدام بتاعه، وانك انت لازم يعني بيبقى ريحته وحشه شويه والناس بتتاذى منه، ولكن هو في الاخر بيكون افضل حتى صحيا من الكيماويات او الاسمده الكيماويه اللي احنا بنستخدمها. بشكركم وبتمنى ان احنا نكون استفدنا من الكلمتين دهمت. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.